السلام عليكم طلبتنا الأعزاء في كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة قسم العلوم المالية والمصرفية، ويقول المدرس المساعد مصطفى أكرم حنتوش. اليوم راح ناخذ المحاضرة الثالثة في مادة النظام المحاسبي الموحد 2 الكورس الثاني من المرحلة الثالثة الدراسات الصباحية والمسائية. طبعا طلبتنا الأعزاء، احنا في المحاضرة السابقة كانت المحاضرة الثانية بدينا موضوع المخزون. اليوم راح نستمر بموضوع المخزون. حقيقة موضوع المخزون من أهم المواضيع في النظام المحاسبي الموحد، وحقيقة بيس أكثر من 6 أنواع، لكن احنا حنتطرق إلى نوعين فقط. المحاضرة السابقة طرقنا إلى النوع الشراء المحلي للمخزون، هاي المحاضرة حنتطرق إلى الشراء الخارجي للمخزون بشحنة واحدة. نيجي نقرأ هنا. تتم المعادلة المحاسبية للشراء الخارجي للمخزون ويشمل عملية الاستيراد، وتتم المعادلة المحاسبية للشراء الخارجي للمخزون بواسطة 5 قيود وكما يلي: قيد تسديد مصاريف فتح الائتمانات، قيد تسديد مصاريف قيمة سداد الشحن، قيد تسديد مصاريف رسوم الجمركية، قيد تسديد مصاريف النقل، قيد تسوية. هذه ال5 قيود هي تتم معالجة بها الشراء الخارجي للمخزون بشحنة واحدة. طبعا المخزون في بعض الأحيان الشراء السداد الخارجي ما تبي أكثر من شحنة، يعني استورد بشحنة بشحنتين بثلاثة، نفس القيود تعاد لكن على مبالغ الشحنات المختلفة. احنا ناخذ مثال ابو شحنة واحدة فقط، لكن هذا للعلم ان في بعض الاحيان السداد المخزون باكثر من شحنه، لكن احنا راح ناخذ شحنه واحده. شباب طبعا شباب احنا بهذا الموضوع حنرجع الى موضوع القيود الثابته. هاي ال5 قيود تحفظ، اسامي القيود هي تعلمك شلون تكتب القيد، خصوصا طلبتنا بالدراسه المسائيه يعرفون ان انا من اكتب اسم القيد خلاص القيد انكتب بالنسبه لي، بس المهم اعرف اسم القيد شنو، لان هو يعلمني شلون اكتب قيد. فاحنا حفظنا ذني 5 قيود، راح نجي نطبق نشوف المثال. مثال نجي نقرا المثال: قامت شركة المخازن العراقية باستيراد عطور من فرنسا بشحنة واحدة بلغت كلفتها كالآتي: 100,000 دينار مصاريف فتح الاعتماد، 1,500,000 قيمة مستندات الشحن. طبعا مصاريف فتح الاعتماد شنو شباب؟ أنا إذا استورد من الخارج شلون استورد؟ أروح المصرف أقول له يابا أنا استورد من هاي الشركة، تتعامل ويا هذا المصرف، فتح لي اعتماد، أنا مبين تنزل لي بضاعة، أنت تحول لي الفلوس، فهذا حياخذ فلوس، أخذ 100,000. زين 1,500,000 قيمة مستندات الشحن، طبعا مستندات الشحن هي قيمة الصفقة، الاستيراد ما تم 1,500,000. 150,000 رسوم، عفوا 1,500,000 رسوم جمركية دفعتها للجمرك على ما تدخل البضاعة، 50,000 دينار مصاريف نقل وإخراج وتحميم، جت البضاعة صرفت عليها 50,000 دينار نقل وإخراج وتحميم، هاي هي المصاريف مالتي. مطلوب إعداد وتسجيل القيود المحاسبية عملية وفق النظام المحاسبي الموحد. إذا علمت نفس الدليل المحاسبي: اعتمادات مستندي حساب الوحدة الاقتصادية 13,81، نقدي 183، مشتريات حساب الوحدة الاقتصادية 35,121. زين شباب أنا هذا الموضوع لما أقرأه هو عملية استيراد، أو يعني استيراد بضاعة لما أخزنها مبينة ذيك شي استيراد خارجي المخزون. زين أنا حافظ هذا بكم قيد يتعالج، أجي أكتبهن القيود اللي حافظهن: تسديد مصاريف الاعتماد، مستندات الشحن، رسوم الجمركية، مصاريف النقل، التسوية، أجي أطبق على أساسهن. اول قيد شو اسمه؟ قيد تسديد مصاريف فتح الاعتماد. زين فتح الاعتماد ايد اسوي بيه قيد مبلغ فتح الاعتماد قد بالسؤال مطلع 100,000، اجيب ال 100,000. زين ال 100,000 من اسمه قيد تسديد، يعني احنا حسابنا بالمصرف سدد انطر الفلوس راسا. زين تسديد يعني نقديه بالمصرف انطت، حساب المصرف انطت، نزل بالجانب الدائن. على منو صرفناها هاي ال 100,000؟ منو اللي اخذها؟ اخذتها حساب اسمه اعتمادات مستنديه لحساب الوحده الاقتصاديه. ليش ما اخذتها المشتريات؟ عملية الاستيراد للمشتريات ليش ما هنا صرفت على المشتريات؟ يعني مشتريات عطور من فرنسا ولا مشتريات عطور؟ أنا أشتري عطور ترى، يعني المفروض هي مشتريات، فأنا المفروض هنا دا أصرف على المشتريات، المفروض المشتريات تاخذ تصعد مدين. ليش حطيت شيء اسمه اعتمادات مستندية لحساب الوحدة الاقتصادية؟ كلمة اعتمادات يعني أوراق. هاي المحاسب يستخدم هاي الطريقة، نظام المحاسب يعلمك. شباب أنت هاي البضاعة العطور بعدها وصلت شفتها بعينك أنت كمحاسب؟ ما شفتها. انت كل اللي جابوا لك اياه ورقه قالوا لك هذا المصرف فتح لنا اعتماد على مود نستورد عطور، هاي الورقه اعطينا 100,000، اعطيتهم 100,000، انت صرفت على ورقه لو صرفت على العطور حاليا؟ انت صرفت على الورقه، فتحسب ال 100,000 على الورقه اللي اسمها اعتمادات مستنديه لحساب الوحده الاقتصاديه، لان انت ما شايف بعدك البضاعه ما واصله. زين انت اذا صرفت على المشتريات، نفرض جدا صرفت على المشتريات، كتبت هنا مشتريات، بلكت ما جت البضاعه غرقت بالبحر، من راح يجي تجرد التصارف على شيء اسمه مشتريات يقول لك وينها مشتريات؟ يقول له ما ادري غرقت. يقول لك هذا مو حكي، انت ما تصرف على شيء الا تشوفه كمحاسب، بينما انت من صرفت على الورقه تقول له هاي الورقه جابوا لي اياها فتحوا بيها اعتماد طلعت من عندها. فالمحاسب مو شخص مغامر، لا شخص يحترز بالامور. فالنظام المحاسبي يعلمك
فهنا انا فتحت اعتماد، جابوا لي ورقه، خلاص صرفت 100 الف على الورقه، الورقه اخذت حساب مصرف سدد، نسجله. بعد قيد الثاني شو اسمه، قيد تسديد مصاريف قيمه مستعدات الشحن. ايش قد مستعدات الشحن؟ مليونين ونص. زين، صرفت مليونين ونص على حساب المصرف سدد، نزل جوا، على شنو صرفتها مليون ونص؟ هم نفس الحساب، اعتمادات مستعدية حساب الوحدة الاقتصادية. جو قالوا لي الشركة دزت قيمة مستعدات الشحن، قيمة البضاعة مليونين ونص، طينا اياها هذا نرسل مليونين ونص لها. جابوا لي اوراق الشحن، المانيفيست مالته جابوا لي اياها، خلاص انا من اعطيهم مليونين ونص صرفتها على الاوراق اللي جابوا لي اياها، بعد البضاعة ما واصلة. فكذلك صرفت على اعتمادات مستعدية حساب الوحدة الاقتصادية، البضاعة ما واصلة، ما اصرف على البضاعة لغاية ما توصل. قيد الثالث شو اسمه، قيد تسديد مصاريف الرسوم الجمركية. قد الرسوم الجمركية مليون ونص. زين، بدأت البضاعة وصلت للميناء. زين، اجوا قالوا لي هاي الرسوم الجمركية دفعناها، هسه البضاعة ما طابت المخزن، اعطينا مليون ونص على مش شنو، انه حسدد بيها الرسوم الجمركية. خلاص طلعت من مليون ونص، وطوني مقابلها ورقة الجمرك. الحالة انا دا اصرف على اوراق البضاعة من طب المخزن، عند ذاك الوقت اقول ها صارت عندي البضاعة، فانا هم صرفت على اعتمادات مستعدية ورقة الجمرك. زين، نجي القيد الرابع، اتفقوا ويا شركة او سايق بوصل، راح نقل البضاعة، اعطوه 50 الف، جابوا لي الوصل قالوا لي اعطي السائق 50 الف. اوكي خوش حكي، اعطيت 50 الف، هم صرفت على الورقة، الحدثة صرفت على الاوراق، ما اجتني البضاعة الحدثة، ما طبت المخزن، بس من نقلها السائق خلاص طبت المخزن. اوكي ولاها طبت. هسه شباب انا كلش اتصرف على اوراق، كلش شلت اني اصرف على اوراق، بس انتبهوا لي شباب على هاي النقطة، انتبهوا لي شباب على هاي النقطة. انا همين صرفت هاي 50 الف على اعتمادات مستعدة، جابوا لي ورقة ما تنقل، بس البضاعة دخلت المخزن. هسه لما دخلت المخزن انا كمحاسب كل اللي صرفته، هاي المبالغ صرفتها على اوراق، خلص من جت البضاعه طبت المخزن، هاي الاوراق ما عادت تعني لي شيء، راح اجمع الصرفته على الاوراق احوله على منو، على قيمه البضاعه. هسه فعلا من طبت المخزن اقدر احسب قيمه على البضاعه، اجمع الصرفته كله، هنا صرفت 100 الف، هنا 25 مليون، 25 مليون و100 الف، هنا مليون ونص، اذا 26 مليون و600 الف، هنا 50 الف، 26 مليون و650 الف صرفتها علي من، على الاعتمادات. خلص الاعتمادات بما ان طبت البضاعه اصفرها، الاعتمادات راح تنطي تنزل بالجانب الدائن، البضاعه راح تاخذ قيمتها حتصعد فوق مشتريات حساب الوحده الاقتصاديه، اذا المشتريات صارت قيمه 26 مليون 650، بس انا كمحاسب ما اعطيتها قيمتها الا دخلت المخزن، كانت بعمليه الاستيراد كنت دا اصرف كلها على شنو؟ على اوراق، حتى خاف ما توصل البضاعه اقول لهم هاي الاوراق عندي، هم ما وصلوا البضاعه ما لي علاقه انا بيها. فهاي عمليه معالجه الاستيراد الخارجي للمخزون. شباب راح انزلكم هاي المحاضرة بصيغة PDF، وتنزلوها المحاضرة عندكم وتقروها وتتابعون ويا هذا الفيديو، حتى تفهمون شلون تمت عملية الاستيراد بهذه القيود الخمسة. مثل ما ذكرنا هذا النوع الثاني من المخزون، استيراد خارجي بشحنة واحدة. شباب انتبهوا كل الزيادة على هاي المواضيع اللي قاعد انزله، هو مختصر شلون راح تجيكم من عندها الاسئلة، راح تجيكم من عندها الاسئلة اللي هي مالت الامتحان الشهري ومالت الامتحان النهائي. يعني مثلا من اقول لك اني يعني اجيب لك سؤال مثلا واقول لك اكتب المبلغ، اختار المبلغ المناسب، فانت لازم تعرف ان هذا القيد ويا هذا الموضوع، مثلا هذا القيد مثلا اقول لك هل اختار القيد الذي يعمل في موضوع شراء خارجي المخزون، مثلا اكتب لك هذا القيد واكتب لك القيد، لازم تعرف ان هذا القيد بهذا الموضوع، او اقول لك كتبه، فانتوا هذا الموضوع اقروه كما شرحته، راح تفهموه، ماكو اي مشكله بالاسئله. شكرا لاصغائكم.